على بعد 50 متر من هنا حضرتك تطلع هتجد بركة من المجاري بقى لها أكثر من سنة محوطة قسم أنف وأذن، وعلى بعد 5-6 متر بتتعمل عمليات. ما تقوليش انفكشس كنترول وكواليتي كنترول وجودة، الكلام ده مش هيتطبق في هذا الوقت. إيه اللي حصل؟ إن أنت كل شوية نلاقي الشروخ في المبنى، العمليات بتنقط مية. إيه اللي حصل؟ ليه احنا وصلنا الامور لغايه ما استفحلت؟ ليه احنا وصلنا المريض دلوقتي اللي فيه كفايدات ويجي له مريض غلبان ويقول له هوديك النير، يقول لك لا معلش بلاش النير. بس بلاش، انا بسمعه كل يوم معلش بلاش النير. ليه يا عم؟ لا لا معلش النير. ولو حاولت تقنعه، يعني الراجل في بعض الحالات بيبيع التلفزيون بتاعه ويبيع هدومه عشان ما يخشش النير. ليه؟ أحسن مستشفيات في العالم هي المستشفيات الجامعية. أحسن خبرات في العالم هي الخبرة الموجودة في المستشفيات الجامعية. وإحنا عندنا الخبرة، طب ليه اللي حصل؟ لأن المستشفيات وصلت للوضع. الصور اللي عرضها الدكتور سيد دي صورة قليلة جدا. الواقع اللي كتب في الجرايد عن كارثة الطوارئ، إحنا مش هنفتح نفسنا، ده واقع موجود. الحريق اللي بيحصل كل شويه في اي قسم واقع موجود. الزباله اللي موجوده في كل حته ده واقع. يبقى احنا ما نتكلمش نظري والخدمه الطبيه المتطوره، ده كلام ينفع يتحط في كتب ويتحط في مجلات، لكن ما ينفعش اطلع على بعد 50 متر الاقي الواقع ده. طب هل الواقع ده اليم؟ اليم جدا، لانه بيهمنا لما يجي واحد تبعته ويقول لك معلش يا دكتور طلعني من المستشفى دي. ايه اللي حصل؟ لازم ليه حل؟ وهل هناك حل؟ ولا الحكايه هوبلس كيس وعيان تيرمينال واحنا مستنيينه يموت؟ لازم يكون له حل. كل الناس اتكلمت على البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، ما ينفعش ان انت تشتغل ومجالي ضربه هنا ومواسير نازله هنا وسقف بيخر. لازم تهتم بيه. ولو سبنا الموضوع كل يوم هيستفحل لغايه ما في يوم من الايام هنلاقي المباني بتاعتنا دي كلها واقعه بدون امر ازاله من كليتها. حضراتكم شايفين المشروعات اللي بتنفذ لابد من الانتهاء فيها في اقرب وقت. محدش يقول ان المشروعات ديت هتتوقف، محدش يقول ان المشروعات ديت العميد القادم هيلغيها، محدش يقول ان المشروعات دي مرتبطه بشخص او بشخصين او بثلاث اشخاص او باطارات سابقه. المشروعات دي قائمة وليها ارتباطات وليها تعاقدات، ولازم لجان من هذه من الكلية تتابع تنفيذ هذه المشروعات في أقرب وقت. لازم ينتهي من التكسير والهدم واللي أنت شايفينه. البنية التحتية طبعا هتاخدها من كل الأوجه تبتدي تحدثها. أنا هقول لكم مثل بسيط من أمثلة الكلية والناس الشرفاء في هذه الكلية، وانا بعتز ان انا واحد من هؤلاء الناس. احنا لما جينا خدنا قسم انف واذن، هذا قسم انف واذن القديم كله شروخ، امر بكليه الهندسه بالاخلى، وما عندناش حاجه نعملها ولا حتى عايز. حتى بعد ما مناقشات بيزنطيه مع الجامعه اقترحوا، قالوا لنا هندوكوا 300,000. جت كليه الاسنان حصل فيها تصدعات، قال لك ما فيش 300,000. طب نعمل ايه؟ مبنى زي كده متهالك وعندك امر اخلى ولازم تسيبه. لولا موقف اساتذتنا الشرفاء وقفهم بقوه ضد هذا الموضوع ابتدينا نسعى لتجديد هذا القسم. وعملنا كل ما يمكن نعمله من مؤتمرات وورش عمل، واللي كان عنده كتاب باعه زي الدكتور بلال وتبرع بكل كامل قيمته للقسم. وصلنا ان احنا طورنا هذا القسم، هذا القسم قبل التطوير وهذا القسم بعد التطوير. مش محتوى حضراتكم ممكن تروحوا دلوقتي هتشوفوا القسم، والقسم كل شويه بنطوره وكل شويه بنجدده وكل شويه بنستحدث عمليات فيه وجراحات مش معضله. اقسام كتيره انا عارف ان الكليه هنا طوروا نفسهم زي الرمد وي وي بمجهوداتهم الذاتيه.
ولا استنوا كلية ولا استنوا جامعة ولا استنوا حاجة. ادي معمل من المعامل اللي عندنا موجود في البعايدة الخارجية، معمل تيمبرال بون لاب، بنعمل بيه دورات، الدورات بتجيب ايراد، الايراد بيخش جمعية اصدقاء المرضى، بنصرف فيها على العيانين وي 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 وي. عندنا معمل تاني كمان اتعمل وهيبتدي يشتغل الراينولوجي، ومن حد المعمل تالت اللي هو هنا النيك سيرجري. انت من انت عندك كفاءات، عندك ناس موجود، عندك خبره مش ممكن تعوض. استغل الخبره دي بقى، استغل الكفاءات دي، هتجيب ايراد، هتقعد على الناس وهتقعد على المكان وهتقعد على الكليه. الاستغلال الامثل للمستشفيات الجامعيه. أنا اتعلمت من شغلي في السعودية وبعض الدول كده إنه الوقت بتاع الدكتور ده مهم أوي. الأوضة اللي بيكشف فيها دي مهمة جدا. صعب جدا إنه يقفل أوضة، يعني مهما حدثنا من مستشفيات كنا فيها كان لا يمكن يقفل أوضة، لأن يعني الأوضة دي بالنسبة له كنز. إحنا للأسف الشديد عندنا مستشفى الجامعي او المستشفى التعليمي، عندنا استخداماتها طبعا المستشفى التعليمي حضراتكم اللي بيشتغل فيها يقدر يطلع فيها ويشوف قد ايه المستشفى دي كانت مجهزه وفيها كل شيء، اوض عمليات من اجمل ما يمكن، عنابر من اقوى ما يمكن، فيها 680 متر، فيها كل شيء. دكتور بلال جهزها، جاب لنا نافيجيشن سيستم، يعني ازاي انت وصلت للطب. هذه المستشفى انا لما بطلع بحزن ان الاقي نفسي انا الوحيد اللي بشتغل والاربع خمس اوض عمليات التانيين فاضيين. مجمع سموحه، وانا سمعت من ان المجمع كامل منذ مثلا ما يقرب من سنتين وما استغلش حتى لو في بقص التجهيزات. احنا بنتكلم على الطوارئ وتجهيزات المطيمه، مستشفى طوارئ، ده في هناك مستشفى اسمها مستشفى الطوارئ. احنا بنتكلم على ان احنا نعمل طوارئ هنا؟ طب ما المستشفى هناك موجوده والوصول ليها سهل ومكان واسع وكل شيء، ليه ما نبتديش نعمل البرسونيل بتوعها والكفاءات ونحضرهم بدل ما احنا بنعمل هنا ولسه ما حضرناش حاجه لهنا. مجمع المواساه اتكلمنا عليه امبارح، وازاي ده كان احسن مستشفى من احسن 10 مستشفيات في العالم. برج العرب 110 فدان، يعني اللي يروح في دبي ويشوف دبي هيلث سيتي دي مدينه في منتهى الجمال، بتلم كل الناس من كل الخليج ومن كل العالم دلوقتي يروح يتعالجوا هناك. احنا مش اقل منهم. انا مش عايز اقول ان اغلب اللي شغالين هناك او جزء كبير قد يكون مننا. طب ايه اللي حصل؟ انت عندك الارض وعندك البرسونيل وعندك كل الفاسيلتيز، ما تستغل الحاجات دي. مجمع العيادات، وانا يعني من الحاجات الجميله صحيح فيها بعض المشاكل البسيطه، لكن على الاقل ناحيه الهيومانيتي العيان بتخش بتلاقي قاعد على كرسي كويس منظم نظيف، محتاجه ناحيه تنظيميه مش مشكله، محتاج الباركينج يمكن انا ما عنديش فكره ليه لغايه دلوقتي لم يستغل، باركنج بكل مساحه الارض ديت بدل ما انت بتيجي ما تلاقيش حتى تركن فيها. محتاج ان احنا نشغل المبنى ده. انت لما تشوف حته كويسه شغاله، مستشفى من المستشفيات الخاصه اللي في اسكندريه اللي شغاله، تكتشف ان اخصائي طلع واخصائي داخل. ليه احنا نخلي المبنى واحنا عندنا الكفاءات يشتغل لغايه 2 3 وبعد كده اغلب المبنى فاضي؟ كلها حاجات متروكة لحضراتكم لازم نبحثها، لأن ده إيراد للمستشفى وإيراد للكلية وإيراد عضوي التدريس وتحسين للخدمة وكل شيء. طبعا النظام الإداري والفني كلنا اتكلمنا عنه، إن لازم يكون لوائح إدارية سليمة، ما ينفعش تحط لوائح ولا ناس عارفاها ولا متابعاها. ما ينفعش تقول لي مثلا المريض يخش من 2 ل 4 زيارة وتلاقي الساعة 10 بالليل زيارات داخله وطالعه. الامن، ويمكن الصوره دي حد من الزملاء بعتها لي، النواب ايام الثوره وكده كانوا بيشتغلوا بالمنظر ده، فتح عمليه وفتح بطن عيان واحد وراه
ومسك له سيف ومسك له مطرق، ودولت انا بحييهم لان دولت اشتغلوا في اسوأ ظروف واسوأ واقع ولم يتركوا عملهم، انا بحييهم. اتكلمنا على الصلاحيات بتاعت مجالس الاقسام، والمفروض مجالس الاقسام كل قراراتها تفعل وتحترم وتناقش، ايه اللي ممكن نستخدمه ايه اللي ما نستخدموش، يحطوا لنا خطط، الخطط دي ايه اللي هننفذها ومواعيد لتنفيذها وموارد لتنفيذها. لازم رؤساء الاقسام يبقوا في مجالس اداره المستشفيات مش على الورق، على التطبيق. انا ما شفتش ولا حد من المقربين اللي هي حضر مجلس من المجالس ديت او ناقش ميزانيه او جه قال لي ايه الوضع. التسجيل طبعا يعني مش عايز اقول كلام مش حلو، ان احنا فروي، ان انا من 25 سنه او 27 سنه كنت في مستشفى في اليوم، وكانوا بيتكلموا ازاي يربطوا الميديكال ريكوردز على مستوى فرنسا كلها في سنتر واحد، يعني انت في اي وقت تدوس على زر تطلع عبد السميع الجميع عنده ايه. انت هنا ما تعرفش تعمل حاجه على مستوى قسمك مش على مستوى كل المستشفى، ودي مش موضوع صعب، البرامج موجوده والاليات موجوده والتنفيذ ممكن. الاولويات، واغلب الزملاء قالوا ما ينفعش ان انا بشتغل في مستشفى زي دي المباني بتقع والمجاري ضربة وي 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 و500 بند وانا قاعد ببص في حاجات تانية خالص، حمام سباحة وجيمانيزيوم وملعب ونانو وفانتو، كلام ده غير واقع. لازم نكون واقعين مع نفسنا، يعني يوم ما اخلص الحاجات الاولانية والله اعمل بقى كل حاجة زي ما المفروض بره، مش عيب. طبعا الشفافية احنا اتكلمنا عنها كتير، و اعتقد ان احنا وصلنا ان الشفافيه هتحقق ان شاء الله. لازم يحصل ربط ما بين المستشفيات الجامعيه، مستشفيات وزاره الصحه، مستشفيات التامين الصحي، مستشفيات الشرطه والي وي وي. المستشفيات دي عندهم امكانيات ضخمه، بس هم محتاجين البرسونيل اللي هم حضراتكم اللي هم هيديروا المستشفيات دي ويوجهوهم ويدربوهم ويبتدوا يعملوا خدمه متطوره عندهم، وتقلل اللود عندك. لكن تقول له خد العيان دوت، هو ما عندوش كارديك سيرجري ولا عنده نور سيرجري ولا عنده ولا يعرف يتعامل مع عيان. استاذ دكتور ياسين، في سؤال لحضرتك وفاضل دقيقه. انا خلاص طبعا الاجهزه والمستهلكات نص دقيقه. ما ينفعش انك تيجي تقول لي ما فيش ماسك وما فيش اوفر شوز، ونفضل نتعارك مع بعضنا نجيب الماسك ده منين، وقعدنا نلم مره فلوس عشان نجيب شباش. ما ينفعش، ما ينفعش عيان داخل يعمل عمليه ابعت اهله لو هات لي انبوبه تراكيوستومي من بره وانا فاتح الجرح ومستني احط الانبوبه. احنا بنتكلم مع فهاب وهب. الصيانه واتباع الامن والامان كلكم قلتوه. الموارد لابد نبحث للموارد بتاعتنا بكل السبل بقى، نزود المواد عن طريق الدوله، نزودها، نزود العلاج الخاص وناخد جزء من العلاج الخاص زي ما موجود في الكيدني ترانسبلانت في مع الدكتور غانم. العين بيدفع وفي العين مجاني. العين اللي بيدفع ده بيغطي جزء كبير من المجاني او بيغطيه بالكامل. بنعمل وحدات خاصه ليزر توقعها الدكتور بلال ومحمد بسيون، هم اسسوا حاجه اسمها وحده القوقعه، دخلت السنه اللي فاتت اكتر من مليون جنيه. دكتور ياسين خلاص انا خلصت عشان خلص خلاص مش فاضي نسقف.